اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو. اليوم ضيفنا مثل ما سمعتوا الفنان فادي النحاس، رح نرحب فيه مع بعض. اهلا وسهلا فيك استاذ فادي في برنامج نور شو. الله يسلمك، تحيه لك وتحيه لستاف العمل وتحيه لمتابعينكم، شكرا جزيلا على الاستضافه الجميله. فادي نحاس ولد في حلب في عام 1985 من عائلة فنية حلبية عتيقة، أحب آلة الناي وعزف عليها منذ نعومة أظفاره. معلمه الأول ومصدر إلهامه الفني والده الفنان القدير محمد خير نحاس. في عام 2005 عمل فادي في مجال إدارة الحفلات والمهرجانات في سوريا ولبنان، ثم عمل كعازف ناي ومدير لأعمال فرقة شام الموسيقية في الكويت، حيث شارك بعدة أعمال تلفزيونية ومهرجانات عربية. انتقل للعيش والعمل في جمهورية النمسا في عام 2016، قدم خلال سنة من وصوله ما يزيد عن 40 عملاً، وقدم عملاً لتخليد موسيقى الدراما السورية. شرفنا يا فادي، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. فادي النحاس من عائلة فنية، تحكي لنا شوي عن فادي وعائلته. طبعاً أنا والدي الفنان محمد خير نحاس هو عازف ناي، أحد أعضاء مجلس إدارة نادي شباب العروبة للأدب والفنون في حلب، وهو مؤسس فكرة الغناء الرباعي عبر رباعي نادي شباب العروبة في عام 1982. طبعا عاصر كثير من المطربين العمالقة أمثال الفنانة ميادة الحناوي وفاتن الحناوي والأستاذ صباح فخري والأستاذ نهاد نجار والأستاذ نور مهنا، بالإضافة إلى الوالد. كمان في عندي من أقربائي أولاد عمي الأستاذ محمد نحاس عازف قانون، الأستاذ حسان نحاس ضابط إيقاع، كمان اشتغلوا مع أسماء مهمة جدا ما شاء الله، بنوجه لهم تحية. الله يسلمك. مثل أسماء الفنانين اللي ذكرتهم وأكثر كمان، وهذا الشيء طبعا بيدعيني لحتى أكون حامل رسالة فنية صعبة شوي، كوني أنه من عائلة جميعها تعمل بالفن والجميع بدون استثناء عملوا مع أسماء كبيرة، فتبقى الرسالة شوي صعبة لحتى الواحد يقدر يؤديها بشكل محترف وبشكل لائق. يعني الله يعطيكم العافية يا فادي. الله يعافيك. يعني لو ما كانت آلة الناي متوفرة حواليك، شو كنت بتختار آلة تانية؟ يعني أنا أتوقع أنه ممكن البيانو أو القانون، هدول الآلتين كتير بيعجبوني وكتير بحب اني اعزف على البيانو، بحب اني اعزف على القانون. طبعا الان تحسن تعزف عندك؟ أنا ما بعرف، بعزف على البيانو ولا بعرف بعزف على القانون. طبعا في اساسيات عند كل موسيقي، عنده اساسيات كل الالات الموسيقيه، هذا الشيء بناخده نحن بمدارسنا سواء بدروسنا الخاصه سواء بالمدارس الاكاديميه، ولكن اكيد ما انا مش محترف، يعني ماني محترف لا على اله البيانو ولا على اله القانون. فادي، المهرجانات العربيه اللي شاركت فيها شو هي؟ هلا شوف، على صعيد المهرجانات انا شاركت في مهرجانات سوريه، مش مهرجانات وانت صغير يعني من وانا صغير. هلا في مهرجانات عموما، المهرجانات مش مهرجانات المسرح المدرسي كلياتها، شاركت بحمص بسنه 2000 بسنه 98، شاركت بدير الزور بسنه 2002، كان في لي مشاركات في الكويت ايضا في مهرجان هلا فبراير، بس اقتصرت مشاركتي طبعا بعض منا كان في بعض الأنشطة الإنتاجية. عملنا 14 فيديو كليب تقريبا لصالح شركة إنتاج خليجية، وأيضا شاركت على الصعيد التنظيمي على الصعيد الإداري. يعني هاي كانت مشاركتي بالمهرجانات اللي تمت دعوتي لها. طبعا نحن هلأ عم نطلع كمان، يعني عندي طموح أنه نحن المهرجانات العالمية الثانية نقدر نشارك فيها عبر الفرق الموجودة، الفرق الشرقية الموجودة بأوروبا. فدي ايش سر اهتمامك يعني بالتنظيم والتكتكه وهيك؟ عم تلاقي دائما فادي بحب كل شيء على اصوله. ليش؟ شو سر هالشيء؟ هلا هو مو بس فادي بصراحه، يعني اي انسان حابب يقدم عمل. يعني انت مثلا مع الناي، يعني مثلا بتنظم حفلات، بتنظم الاوركسترا ناي اللي سويتوها بفيينا. هلا شوف، هذا السؤال في له عده محاور. اولا انا برايي انه اي انسان باي عمل كان بده يقدم شيء جميل، حتى لو بدك تقدم طبق اكل لازم تقدمه بشكل منظم، ولازم تقدمه بشكل تماما، ولازم يكون كل شيء محسوب.
بالإضافة إلى أنه أنا الوالد كان معلمني بشكل عام الحياة بمختلف جوانب الحياة، يعني كان معلمني أنه دائما يكون كل شيء منظم وكل شيء محسوب وكل شيء مدروس. طبعا أكيد أنت ما بتقدر أنك تسيطر على كل شيء، لابد ما في 10% أو 15% أنها تفلت منك. لكن بالإشارة إلى موضوع أوركسترا ناي، أنا ما كان موضوعي، ما كان شغلي فيها، يعني ما كانت مهمتي أنا التنظيم. طبعا هي بهالمناسبة أنا بدي بوجه تحية طبعا للأم ماري تريز، هي اللي أوجدت هي الفرقة وأدارتها، والأستاذ عروة الشوفي أيضا كان ضيفنا في حلقات سابقة. الأستاذ عروة هو يعني هو مدير الأوركسترا، وهو اللي دعاني صراحة. أنا قدمت خدمات إدارية، خلينا نقول خدمات إعلامية أو خدمات تنسيقية. ما شاء الله، يعني عرفت عليه يعني شغلك جد كله بروفيشنال، يعني مو إنه الله يخليك. هذا لأنه نحن قلت لك نحن بالنهاية يعني مش بس أنا جاي من عائلة فنية، أنا جاي أيضا من مجتمع سوري، جاي على مجتمع جديد، بدي أقدم رسالة تليق في هذا المجتمع وأقدم صورة جيدة. عرفت علي كيف؟ فلازم يكون كل شيء محسوب، وإلا يعني مثل ما بيقولوا يضل الواحد قاعد ببيته أفضل، يا بتعمل شيء منيح يا ما تعمل شيء. طيب فادي، رح نطلع فاصل هلأ ونرجع نسمع منك معزوفة طيبة إن شاء الله. ورجعنا لكم من جديد أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم. نرحب نرجع بالفنان فادي النحاس. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي. الله يسلمك. فادي النحاس، شو هي الأعمال اللي عملتها واعتبرتها أنه هي ناجحة، وشو بتنصح الناس اللي حابين يقدموا هيك أعمال في المستقبل في هذا المجال؟ طبعا هلأ أنا طبعا لحد الآن ما في ولا عمل، يمكن هلا في البعض بده يزعل مننا، بس لحتى احكي لك انا عن الغرور الداخلي لكل فنان ما بيرضي اي عمل بيقدمه، لانه دائما بيطمح تماما انه يقدم الافضل. لكن اعتقد انه الاعمال اللي قد يسلط عليها الضوء وهي تعتبر من الاعمال الناجحه، مثلا مثل فرقه شام الموسيقيه اللي ادرت اعمالها في الكويت، واللي كان الفضل لتاسيسها للأستاذ قصي حذيفي،
هو مايسترو وعازف أورج. بنوجه له تحية كمان. أنا كمان باسمي بوجه له تحية، وطبعاً كل أعضاء لحد الآن قائمين، لحد الآن موجودين. أنا غادرت الكويت وجيت على النمسا. فرقة شام الآن. فرقة شام الموسيقية موجودة بالكويت. طبعاً أنا مش المؤسس لهذه الفرقة، كل فرقة كانت مؤسسة من زمان، لكن أنا قمت على إدارة أعمالها و. توقيع بعض العقود باسم الفرقة، وبعتبر انه هذا الشيء الى حد ما كان ناجح. كنت بتمنى اني اقدر اقدم اكثر من هيك. لما اجيت على فيينا طبعا في مشاركات عديدة شاركت فيها، لكن كعمل خاص فيني كان هو تأسيس فرقة صدى الموسيقية. فرقة صدى الموسيقية تأسيساً. نعم، هي كانت عبارة عن مجموعة موسيقيين، خلينا نقول مجموعات مقسمة، حاولت أني أجمعهم ما شاء الله. بالإضافة إلى كورال، قوام الفرقة كان تقريبا 18 ل20 شخص. قدمنا عمل ضخم جدا، يعني كان أخذ مننا تحضير كتير. اللي يشار بهذا الموضوع أنه كان هذا العمل هو اسمه موسيقى الدراما السورية. موسيقى الدراما السورية حضرنا له على ما يقارب تقريبا 3 أو 4 شهور. كل المشاركين، أو خليني أقول لك 90% من المشاركين كانوا هواة. اللي بفرقة صدى كانوا هواة، أثبتوا حب لهذا الشيء، سواء من كورال ولا موسيقيين ولا. وأنا لحد الآن حتى كمان بعتبر نفسي هاوي. لكن قدمنا عمل حلو، والناس كتير حكيت فيه، حتى من سوريا أجتني إطراءات كتير جميلة على هذا العمل. طبعا هو ما كان احترافي كتير، ما كان بالليفل الاحترافي اللي بدنا إياه، لكن حاولنا أنه نقدم شيء أنا بعتبره أنه نجح. إن شاء الله مستمرين. رح يكون في خطط إن إحنا شوي توقف عمل الفرقة لعدة أسباب. في إن شاء الله خطط مستقبلية رح تسمعوا فيها عبر السوشيال ميديا وعبر قنوات الإعلان. العمل الثالث اللي أنا بشوفه وبفتخر فيه كتير هو موضوع الأوركسترا. هو طبعا أنا لا أنفرد به، هو عمل جماعي بكل معنى الكلمة. لكل الناس الأوركسترا ناي واحد، أوركسترا ناي اثنين. اي طبعا، من لما انطلقت الاوركسترا انا كنت باوركسترا ناي واحد وباوركسترا ناي اثنين. قدمت ما استطيع لحتى يكون هذا العمل يمثل كل السوريين وكل العرب بشكل عام. يعني طبعا جهد مشكورين عليه فعلا، جهد جبار والله. الله يسلمك. هذا العمل يعني كان فعلا نتيجة صبر وضغوطات كثيرة وتحمل كثير، وبالطبع تضحية من الجميع بدون استثناء، من الأم ماري تيريز للأستاذ عروة الشوفي للأستاذ أيمن هلال قائد الأوركسترا، من وجودها تحية كمان لكل كادر العمل، ما حدا قصر نهائيا، وهذا كنت أنا جزء منه. كتير بفتخر بهذا العمل، وكمان أيضا في بالخطط أعمال لقدام إن شاء الله رح تسمعوا فيها وتشوفوها على صفحات السوشيال ميديا. وطبعا أنا يعني قلت لي أنت بالشق الثاني من سؤالك على موضوع نصيحتي للناس، أنا ماني في موقع أني أقدر أنا قيم وأقول إنه كل حدا شو لازم يقدم أو شو لازم يعمل، لكن أنا عندي رجاء إنه أي عمل سيقدم باسم جزء أو مجموعة ما من الشرق، أتمنى من كل قلبي إنه يكون يتقدم بشكل احترافي، يتقدم بشكل يليق بهذه المجموعة أو تلك القومية، سواء كانوا عرب ولا سوريين ولا لبنانيين ولا مصريين ولا أي كان. تمام. يعني مراعاة الدقة ومراعاة الاحترافية بهذا الموضوع كتير كتير مهم، مشان دائما نقدم أعمال ترفع الرأس. لأنه للأسف وجدنا أيضا في أوروبا تشويه للفن الشرقي من لما أجينا، مش بس اللاجئين. يعني في بعض اللاجئين للأسف هواة ما وصلوا لمرحلة صعود خشبة المسرح، لكن صحت لهم فرصة صعدوا خشبة مسرح، وللأسف ما قدروا ينجحوا بسبب عدم الاحترافية بالمستوى. بس الشيء اللي بيخليك تتفاجأ أنه أنت في عندك ناس أيضا موجودين بأوروبا منذ زمن بعيد وللأسف ليسوا أصلا على مستوى الفنانين كما يجب أن يكون. تماما. عرفت عليك. فنحن نتمنى أنه الكل يراعي مهنة الفن، لأنه أصبحت بين قوسين يعني 50% مهنة من لا مهنة له للأسف. فادي، سؤال خارج النص. تفضل.
احكي لي عن البرنيطة. ليش بتحط البرنيطة في بيتك في شغلك عبتك والعبتك دائما البرنيطة على رأسك؟ شو سر هذا؟ قال لك على شغلة. شوف هلا موضوع البرنيطة هو موضوع أجا بمحض الصدفة. اوكي انا كنت في احد المسارح بالكويت، هو مسرح خارجي، وكنت عم اقدم عرض مع فرقة شام الموسيقية. فجو الكويت متقلب جدا، ومباشرة تغير الجو واصبح الجو جدا بارد. فمعي احد اصدقائي من اصدقائي اللبنانيين اللي بعزهم جدا، اسمه محمود كوجان، بوجه له تحية. طلبت منه، قلت له انا كتير بردان وانا بدي شيء حطه على راسي، لو في معك لفحة في كذا. فراح على السيارة وجاب لي البرنيطة وضلت بقيت معي البرنيطة. والله هي بصراحة عجبتني إلي، والناس أيضا قالوا لي كتير لبقت لك. وفيما بعد أصبحت الستايل المعتمد لفرقة شام الموسيقية، يعني حتى فرقتنا كلها. فهي قصة البرنيطة واستمرينا فيها لحد الآن. يعني شفت هون المجتمع بينظر، تعرف أنت الفيرست إمبريشن والانطباع الأول لك دائما بيخلي شيء عند الناس. فالبرنيطة هي شيء من العصور الوسطى، بس جايبينه معنا لحد الآن وضلت ماشية. بس جد حلوة. الله يخليك. شكرا. شكرا. شكرا لك فادي. انت شاركت بكتير اعمال بفيينا مع عرب ومع نمساويين. نعم. احكي لي عن اخر تجربة لك مع فرقة نمساوية كورال وهيك. اي هلا في كورال اسمه كوردر بيجيجنونغ. هذا عم تديره زميلة فنانة اسمها ستيفاني. طبعا أنا تعرفت عليها بالكورال لأنه دعاني أحد أصدقائي من إخواننا من الجالية العراقية الموجودين هناك، دعاني للحضور في مرة من المرات. كتير انبسطت بالحفاوة اللي لقيتها لما رحت وأخذ معي النايات، وحتى انعملوا أغنية من التراث العربي اللي هي أغنية آيا زين، راح يأدوها بالكورال وبالتوزيع. أغنية آيا زين. نعم، بدون يأدوها بالتوزيع. التوزيع الهارموني راح يعملوا 4 أصوات ما شاء الله. وهي عم تعزف معهم على البيانو. كتير كانت مستمتعة ومتطلعة أيضا لكتير مشاريع لقدام، وبالعكس قدمت دعوة مفتوحة لكل الناس اللي حابين أنهم يشاركوا بهذا البروجيكت. طبعا هو بروجيكت تطوعي، لكن بالنهاية صراحة الغذاء الروحي اللي لقيته بهذا البروجيكت أنا أول مرة بلاقيه بكل، يعني بالرغم من كل الأعمال اللي اشتغل فيها من قبل. وإنسانة رائعة جدا عم تحاول كتير تساعد الناس، سواء من النمساويين او من الناس اللاجئين هون، وهذا كلياته عبر الموسيقى. فرساله ساميه جدا اللي عم تأدي. وهذا البروجكت طبعا يحتوي على ما يقارب تقريبا 90 مغني و90 صوت. ف ان شاء الله راح يكون عمل جدا قوي. هلا بشهر 6 ان شاء الله هن في عندهم حفل انا مشارك فيه، وايضا الاستاذ عروه الشوفي بنامل انه يكون هو احد المشاركين معنا. يعني هو زارنا مره من المرات ووعدنا انه يكرر اكثر من مره زيارته ويكون معنا ان شاء الله. طبعا فادي نحن وجهنا له دعوه للسيده ستيفاني، وراح تجي ان شاء الله ونحكي معها وندردش معها عن الاعمال اللي شاركت فيها. جميل جدا. لاني فريق الاعداد عمل شغله ما شاء الله. فان شاء الله بنشوفها وبنشوفكم كمان في مرات قادمه ان شاء الله. راح نشكرك كثير يا فادي ان شاء الله. شكرا لك. وبنرجع للسيده ستيفاني لكن بعد الفاصل ان شاء الله. Liebe Leute, herzlich willkommen. Heute ist bei uns zu Gast die Chorleiterin Stefanie Weingartner. Herzlich willkommen. Danke, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Sängerin, Chorleiterin in Wien. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Kindern und Kinderchören. Und seit circa 2 Jahren habe ich ein ganz innovatives und neues Chorprojekt mit Erwachsenen. Frau Stefanie, bitte, was ist das Projekt Chor der Begegnung? Der Chor der Begegnung ist ein ganz innovatives, neues Chorkonzept, das circa seit 2 Jahren im 23. Bezirk in Wien läuft. Das Besondere an diesem Chor ist, dass es für die Menschen, für die Teilnehmenden keinerlei Vorgaben gibt. Es ist ein ganz offenes Konzept. Das beginnt schon damit, dass wir keine Anwesenheitspflicht haben.
Die Leute können kommen, wann es für sie gut passt, wenn es für sie in Ordnung ist. Wenn es nicht geht, kommen sie nicht. Das hat dann aber auch zur Folge, dass wir jede Woche ein bisschen eine andere Zusammensetzung haben und immer ein bisschen eine andere Gruppe haben, mit der ich probe. Wir haben eine unglaublich bunte Gemeinschaft. Es sind Menschen jeglichen Alters bei uns, Kinder, Senioren, Erwachsene aller Altersgruppen. Wir haben Sängerinnen und Sänger, die sehr erfahren sind, die schon seit vielen Jahren in einem Chor singen und solche, die zum allerersten Mal singen, die keine Noten lesen können und die sich da langsam in das musikalische Leben hineinfinden. Wir haben Menschen, die in Österreich geboren sind, aber auch solche, die schon seit vielen Jahren hier leben oder welche, die erst seit kurzem im Land sind und die mit uns singen. Genauso bunt wie die Gruppe ist, ist auch die Musik, die wir singen. Wir singen Lieder aus verschiedensten Ländern. Wir singen natürlich österreichische Lieder, klar, aber wir singen auch schwedische oder italienische oder afrikanische Lieder und auch mal ein arabisches. Arabisch, ja. Genau. Und bei dem arabischen Lied, das wir sehr mögen, unterstützt uns seit neuestem Fadi auf seiner Nai. Fadi Nahas. Fadi Nahas auf seiner Nai. Und das gefällt uns besonders gut. Die Leute sind sehr, sehr begeistert. Bitte, Frau Stefanie, welche Auswirkungen hat die Ankunft neuer Flüchtlinge auf Ihren Beruf? Für uns im Chor der Begegnung ist Vielfalt eine Bereicherung. Wir freuen uns über alle Menschen, die zu uns stoßen, egal woher sie kommen. Wir singen mit Freude fremdsprachige Lieder. Nicht immer beherrschen wir die Sprache sehr gut, aber wir bemühen uns sehr darum, dass wir irgendwie einen authentischen Klang der Sprache zustande bringen. Wenn dann aber ein Chormitglied, wie zum Beispiel unser Freund Hassan, ja, aus dem Irak, aufsteht und uns das arabische Lied vorspricht in seiner Sprache, sitzen plötzlich alle so da und sagen, wow, das klingt super, das klingt so schön, das ist so eine tolle Sprache, so eine bunte Sprache. Ja. Und wir lernen diese Sprache zu schätzen und wir bemühen uns noch mehr, dass es bei uns auch ein bisschen so klingt. Gelingt natürlich nicht ganz. Aber wenn Hassan später nach der Probe mit uns Deutsch spricht und sich bemüht, deutsche Wörter so ähnlich wie wir zu sprechen, ja, dann entsteht da einfach eine riesengroße Wertschätzung für das gegenseitige Bemühen und für die Annäherung der Sprachen. Und das finde ich eine ganz wichtige und schöne Sache. Frau Stefanie, bitte, was bedeutet arabische Musik für den Chor der Begegnung? Musik ist für uns Menschen ein Luxus, mit dem wir unseren Alltag und unser Leben in allen Kulturen der Welt bereichern und verschönern und schmücken. Über die arabischen Musiker und ihre Stücke lernen wir im Chor der Begegnung einen Teil dessen kennen, womit sich Menschen aus den heutigen Fluchtländern ihr Leben seit Generationen verschönern und bereichern. Wenn wir mit ihnen diese Musik singen, lernen wir einen Teil ihrer Kultur kennen, der nicht vom Krieg zerstört ist und nicht vom Leiden geprägt ist. Und das gibt uns hier auch die Möglichkeit, in uns Bilder entstehen zu lassen von diesen Ländern, von diesen Gegenden, auch von diesen Menschen, die nicht besetzt sind durch die schlimmen Bilder, die wir aus den Medien kennen in den letzten Jahren, die nicht besetzt sind von Krieg und Leid, sondern in denen das vorherrscht, was diese Fluchtländer ja auch ganz stark zu bieten haben, das viele Schöne und den orientalischen Zauber, den wir eigentlich mit ihnen verbinden. Wenn solche Bilder entstehen können, glaube ich, ist das eine wichtige Sache.